عن موقع الأقباط المتحدون، تصالح القبطية والصيدلي الذي كان اعتدى عليها بالضرب لأن شعرها مكشوف. في خطوة اعتبرت وأد الفتنة بين المسيحيين والمسلمين، تم التصالح بين الصيدلي علي سعدة وبين الأستاذة نيفين صبحي، وذلك في ضيافة كنيسة السيدة العذراء مريم بقيادة القس صموئيل راعي الكنيسة. أدار جلسة الصلح الحاج صابر عبد القوي وبمعاونة الأستاذ مصطفى رسلان عمدة قرية سبك الأحد، والحاج طلعت محليس وبحضور الأستاذ جلال عبد السلام والأستاذ محمد صحصاح وأشرف الرفاعي والمستشار أحمد الخشن والحاج فتحي كامل والأستاذ حسن أبو سعدة والدكتور محمود قصد رئيس لجنة الشباب بنقابة الصيادلة بالمنوفية والدكتور هاني نخلة والأستاذ عاطف خطاب والسيد مجدي سعد بشاي وممثل من الأمن. وكانت نيفين صبحي 30 عام متزوجة وتعيش بقرية سبك الأحد مركز أشمون بالمنوفية، ذهبت إلى صيدلية بقريتها للحصول على دواء لابنها، وعندها كان يقف الصيدلي دكتور علي أبو سعدة نظر لها بعين الشر وهو يلومها لأنها تسير بشعرها بنهار رمضان وترتدي تيشيرت نصف كم، موجه لها حديثه الذي يمتلئ بالكراهية كيف تسير بهذا الشكل بنهار رمضان رغم علمه إنها قبطية. وعندما ردت القبطية عليه إنه هذا ليس من شأنه، فوجأت بقيامه بصفعها على وجهها، وعندما صرخت في وجهه قام بصفعها مرة أخرى وسط صدمة للسيدة نيفين وحالة هلع وبكاء لطفلها. ورغم الصلح بينهم إلا أن تداول نشطاء كثيرين على صفحات التواصل الاجتماعي بأن القانون يجب أن يأخذ مجراه حتى لو كان هناك صلح، وذلك لعدم تكرار مثل هذه الحوادث. أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.